معكم ديما احمد، وتوني خلصت ماي ميك اب والحين ببدا في الهير، فقلت ارايكم مره واحده معاي كيف استعمل شعري وشو بستعمل له. اليوم بستخدم براند تيرمكس، ويف هذا الست 1 نورمال هير برش و5 هير برشز حق لما تسوون شعركم اضبطكم بالست، وبعدين يكون في مع 2 هير كليبس، وهذا الشيء اللي تستخدمونه لشعركم عشان ينعمه ويعطي ناتشرال جلو. سو يا الحين قررت اسوي ويفي حق شعري، لكن اهم شيء قبل ما اعرض شعري للحراره هو اني استخدم هذا البرودكت من ايكو، هو هير سبراي للشعر يحمي شعركم من الحراره. سو وايد ضروري انكم تستخدمونه قبل ما تعرضون شعركم للحراره، يحميها من الحراره نفس ما قلت. فيا الحين بحطه وبعدين بسوي ويفي لشعري. والحين بسوي ويفي حق شعري بعد ما حميت شعري من الحراره. فيا بستخدم هذا البرودكت which is one of my favorite products of بوتيكي من براند Anytime and Anywhere. طبعا هالبرودكت وايد سهل لانه هو يسوي لكم الويفي بروحه، يعني بس تحطون شعرتكم تضغطون على هالدقمه بيصير الويفي، وبلس اتس وايرلس سو سهل حق السفر او حق الطلعات السريعه، بس لازم تشرجونه وخلاص يشتغل. وفاينلي عطري المفضل لازم اللي هو هاتسون فالي من قصة. أحب ريحته، my all time favorite.